المرة هاي أنا مبسوطة كثير، رح ألبس شيء ستايل سارة كمان، كثير حبيته بالفيتنج لما كان عنا، يمكن شيء تنورة قصيرة وهيك تيشيرت هيك زي شادر أوف، يعني أنا بحب هذا الستايل فكثير مبسوطة. اليوم رح ألبس ثياب حلوين، الحمد لله وائل اختار لي شيء حلو هالمرة، ذوقه متحسن. أول ما عرفت إنه التحدي بيحكي عن البلد ولازم نخبر عن 5 أشياء العالم ما كتير بتعرفها عن البلد، اخترت إنه ألبس اليوم بالحلقة زي شبيه بالزي التراثي السوري، فمشان هيك اخترت هذا الفستان فيه تقريباً مثل هذا التطريز القريب للألوان اللي كانت موجودة بالتراث، ونفس الوقت المرايا اللي بيشبهوا الطريقة اللي كانوا يشتغلوا فيها الصدف اللي بيشتغلوها بالمفروشات وبالثياب كمان بنفس الوقت، والقماش بيشبه البروكار الدمشقي المشهور فيه، مشهورة في مدينة دمشق. بعتقد حياخد صدى حلو لأنه حيكون شيء هيك مختلف شوي وشيء مانو مألوف بالحلقة. جاهزين ومتسابقين رولينج. آخر بوست أنا بنزله بكون مجدولته من الصبح وبقول لهم يا جماعة أنا هلأ بكون بالاستديو وهيدا المنشور مجدول، تابعوا اللايف وإذا حطيت بمرحلة الخطر صوتوا لي. أبرز التعليقات اللي بتجيني من حبك سارة، إن شاء الله تكوني أنت المركز الأول، يسلم لي هالطلة، وهدول لما أنا بشوفهم خلاص بكتفي بقول يعني لسه نوتيلاتي في كل مكان، بفرح من هذا الشيء. أنا قبل كل لايف أسوي لايف على إنستغرام مالتي وأقول للشباب تابعوني على قناة الآن، وهسه راح أسوي لايف، تعالوا شوفوا شو دا أسوي. هلا حبايب نوتيلات نور الدين، أنا تابعوني لايف بعد ساعة اعترض. لا نتلات سارة هدول فقط لا غير، واللي ياخذهم ما اسمح له. نتلات سارة ونتلات نور الدين، ان شاء الله اني اكون الاول، وتابعوني وكتبوا لي كومنتات. 10 توقيت سعودية على الان تي في، كلكم تيوند على الان تي في احضروا. انا قبل كل لايف البوست اللي بنزله بيكون ممكن صوره عن جزء صغير من الفيديو اللي انا بكون صورته، مشان خلي اصحابي واهلي ومتابعيني ياخذوا فكره عن الفيديو. يعني اسبوع بعد اسبوع عم شوف في مشاركات كتير عم بتصير عن شو رايهم بالبرايم الماضي، شو رايهم اكثر شيء بالنتيجه اللي انا اخذتها. في كتير ناس بتعترض، فشعور حلو يعني لما احس انه في عالم متفاعله معي. جينا وكيل موهبة شابة وشاعرة جديدة رح تتغزل ببلاد الياسمين مهد الحضارات سوريا. كتير متحمسة وكتير مبسوطة، والفيديو تبعي عن جد أنا كتير تعبت فيه من أولته لآخرته، شغلي وتعبت فيه، وإن شاء الله بحصد نتيجة هالتعب كله. الأسبوع الماضي كنت بالمرتبة الثالثة، جبت 69، إن شاء الله هالمرة أكون محافظة على نفس المستوى أو أعلى منه. وائل، كانت جنان على قد توقعاتك اليوم؟ صراحة يا جنان في الأول خالص كنت بالنسبة لي من أضعف المتسابقين، بس أنت دلوقتي من أقواهم، وبتهيألي أن أنت مؤهلة تكوني في الفاينلز، يعني لو أنت استمريتي بالبيس ده أو بالطريقة دي. برافو عليكي، وعجبني جدا اكتر واحده بتعرف تاخد بيوتي شوتس تبين معنى الكلام اللي هي بتقوله. انا حسب معرفت لالا لجنان انه قبل كانوا يساعدوها بالفيديوز، هلا هي عم تشتغلهم لحالها. قد ايه انت تقدمتي وقد ايه شغلك احلى من قبل، غير انه الشعر رائع وتاثرنا، وقد ايه حكيتي عن 5 اشياء كيف جمعتي الثقافه والفن السوري، بعطيكي علامه كامله، رائع. شكرا. أنا بهالفيديو تحديداً ما رح أعطيكم شيء موضوعي، لأنه أنا كسورية كتير حبيت كل شيء حكيتي عنه، يعني
يعني جزء مني، فحبيت الصوره اكيد. انت عملتي اديتنج لكل شيء، كل شيء يعني بين شيء كثير بروفيشنال. وحبيت القصيده اكيد، وكل شيء كان جميل. خلينا نشوف تعليماتك. اراء اللجنه كانت ايجابيه. واو 62. وترتيبك يا جنان بيكون على الشكل التالي، انت بالمرتبه الثالثه. التعليقات اللي اعطوني اياها كثير حلوه، كثير ايجابيه. قال لي وائل انه انت مؤهله توصلي للفاينل، وانا بتوقع هالشيء. على حسب الاراء اللي اعطوني هي كثير بوزيتيف، فتوقعت تكون بال 70. انصدمت انه 62، لانه كان يارا قالت لي انه رح اعطيكي علامه كامله، ففايا وائل من النقصولي اكيد 62 العلامه. مع نور ابراهيمي بنروح برحله المغامره والسفر على اجمل 5 محطات بارض المليون شهيد الجزائر. انا راضيه على الفيديو تاعي لاني عرفت على بلادي قد ما نقدر، وان شاء الله يكون الرساله الحق. مانيش عارفه واش راح نتوقع العلامه تاعي، ان شاء الله تكون نقطه شابه. بدايه مع فايا، شو اكثر شيء عجبك بفيديو نور؟ أنا نور دائما أكثر شيء بحب الجماليات، الاستاتيكس، طريقة تصويرها. عن جد بتشهينا نسافر للمحل اللي عم تحكي عنه، فكيف إذا بلدك الجزائر؟ ثانك يو. يعني بالنسبة لي لا تقدمتي ولا تأخرتي، أنت محافظة لسه على المستوى، بس هكون عايز منك أكثر. يعني شايفه فيديو عادي، هو حلو، بس أنا متوقع منك أكثر من كده، بس مش معناه إنه وحش. شكرا وائل. الحمد لله إنه أنا من الأشخاص اللي صارت لي الفرصة أني سافر لهالبلد الجزائر. أكيد لو أنا ما سافرت ما شفت الجزائر أبداً، لما بشوف فيديو نور أكيد بتحمس أني أروح، لأنه الخمس أشياء اللي حكيت عنهم كتير مهمين وكتير بحمسوا أي شخص أنه يزور الجزائر. خلينا نشوف علاماتك نور على 75. 59. والترتيب بيكون على الشكل التالي يا نور عن فئة السفر، مرتبة السابعة. راضية على النقاط بارابور للوش خذيت. تعليق وائل قال لي سيف، متفق معاه انه سيف. كما قلت لكم لو كان رحت صورتها في الجزائر كانت تخرج اكيد احسن. هذو ما صورتهم من قبل ما نجي لبنان، فالتصوير كان عادي على بها، كان الفيديو عادي. مع راشد المتاعب نتعرف مرة جديدة على السعودية، بس من وجهة نظر المصمم والفنان. أكيد إنه متوتر، لأنه اللايف هذا الخامس كثير أنا ماني مبسوط منه، وأنا ماني مرتاح من الفيديو هذا، مو مبسوط منه كثير، فأكيد بكون خايف، بس إن شاء الله إنه يعجبهم الطريقة اللي أنا قدمتها. وائل، شو رأيك بلوحة راشد؟ أنا بصراحة يعني أنت من أحسن الفيديوز اللي تتعمل، بس حسيت إنه الفكرة حلوة قوي بس اتنفذت غلط، والرسم كمان نفسه حاسه مش أنت، حاسه بدائي شوي. إبداع ما بدنا نحكي عنه، راشد يعني خلص صار إبداع موجود عنده، بس الفكرة حسيت إنه شوي بدها أكثر تنفيذ، ما وصلت يمكن مثل ضعنا شوي بالفكرة. أنا حبيت الفكرة أكثر شيء، بس وما بوافق يعني البلوك شيفتنج، حتى حبيت إنه بالنص إنه استنوا لا نسيت شغلة لحتى تفهم رجع كمل، بس إنه فكرة ما كان واضح. خلينا نشوف العلامات يا راشد. راشد بيحصل 53، وترتيبك بيكون على الشكل التالي، الثامنة. إنه راضى العلامة اللي أخذتها، لأنه أنا ما قدمت شيء قوي، فطبيعي من العلامة هذه، توقعت إنه أقل من كذا. كلهم تعليقاتهم إنه معجبهم الفيديو، ويحق لهم إنهم يعلقون هالتعليق، لأنه ما كانت فيه الفكرة واضحة، فبالعكس استفدت من تعليقاتهم، وإن شاء الله تكون عكسية التعليقات المرة الجاية، وأرجع للصدارة. مارلين توتون جيان، يلي بتخوض باسلوبها الخاص وعن فئه لايف ستايل، تحدي التعريف عن بلدها سوريا بخمس نقاط. الفيديو ان شاء الله يعجب العالم اللي عم تحضره، هو مهضوم شوي هيك، فيه عبء التاريخ وشوي طلعت عن مارلين، حاولت اعمل شيء غريب، ممكن عالم تضحك وممكن عالم تلاقي كثير مهضوم، بس ان شاء الله يعجب الشعب اللي عم يحضرنا والسوريين بالاخص.
الأسبوع المرق ما بدي أقول قد ايش جبت لأنه بدي أنسى، بدي أمحي هذا النهار من حياتي، وإن شاء الله هذا الأسبوع يكون من الأوائل. يارا بالمجمل كيف شفتي فيديو ماريلين؟ أول شيء بعطيها علامة لأنها لابسة زي السوري تقريباً. أكيد غير الفيديو، ماريلين دايماً معودتنا على الفيديو، الفيديوهات الحلوة. حبيت يعني من خلال العادات والتقاليد الجمالية القديمة السورية وصفت بلدها من خلال 5 أشياء حلوين. بالفيديو شميت ريحة الصابون الغار الحلبي وحسيت صابون كتير حلو الفيديو. أنا قلت كيف ماريلين بدها تعمل التحدي بالبيوتي واللايف ستايل، قلت كيف هتحكي، بس فاجأتيني وكتير حبيت الفكرة. الفيديو is unexpected، غير متوقع من الجانر بتاعها في الكاتيجوري بتاعتها. عملت قصة حلوة قوي بصراحة، وأنا بصراحة كان يعني حاسس أنا عايز أستحمى. أنا قلت عايز أتجوز سورية هلأ. والله لا، أنا نفسي أنا نفسي أكون عروسة، فما يعني لو العرايس بيحصل لهم كده طب أنا عروسة. خلينا نشوف معدل علاماتك ماريلين على 75. ماريلين عن فئة لايف ستايل 66. ثانك يو. وترتيبك بيكون على الشكل التالي ماريلين، انت بالمرتبة الثانية. نازك خانوم كثير مبسوطة انه طلعت بالمركز الثاني، فراضية عن علامة، بس يعني نازك خانوم كان بده تطلع اعلى يعني هيك، وان شاء الله بتوعدكم ماريلين حتضل هيك شكله قاسي. ماريلين حسستني لازم انا كنت تكون ولدانة بغير عصر، روح ضبت حالي بحمام السوق، تعطر بالياسمين وائل كمان هيك حسيت. أنا نازك؟ انا حسيت اني عايز استحمى بعد الفيديو بتاع هذا. لا ليه، والله العظيم هو قال انا حسيت انه طلع بالي، انا قلت بده يقول اتجوز وحده سوريه مثلا، قال لا طلع بالي استحم. وهلا مع عبد الرحمن الحريري من سوريا، ناطرين نشوف اذا رح يقدر بالتحدي الوطني يحافظ على المرتبه الاولى. بما انه الاسبوع الماضي كنت بالمركز الاول، فالبريشر هلا واصله للسما ودقات قلبي عم حاول ركز. بتمنى كل شخص من سوريا شاف الفيديو ينبسط فيه ويفهم فكره الفيديو. يارا شو حبيتي اكثر شيء بفيديو عبد الرحمن؟ حلو الفيديو، حبيت الفيديو، حبيت الفكره، حبيت عضلاته لعبد الرحمن. حبيت عضلاته، بس نحن بنعرف كل ما يكبروا العضلات كل ما تكبر العقل يكبر، مش كل ما يكبر وكل ما يصغر العقل. ونحن بنعرف عن الرياضة انه عنده روح رياضية وعنده اخلاق عالية، وكل هالصفات الحلوة اللي خبروني عنها عنك بعطيك لايك عليها ولايك على الفيديو. عبد الرحمن انت الاسبوع اللي فات كنت يعني في التوب، بس انا الفيديو حاسه مش عارف، حاسه اوت اوف ثيم، يعني مش ماشيه في الموضوع. انت المفروض تتكلم عن 5 حاجات عن بلدك، انت بس كتبت اسامي المدن وكلمت عن الكتله العضليه وانه مش عارف مين ده لازم يبقى ده وكلهم متكاملين، بيوتي شوتس وكل حاجه تمام، بس الثيم بعيد كل البعد. يعني حتى انا زهقت من اول 3 ثواني اللي هو انت بتحاول. انا ما بتفق معهم، ما بعرف اذا لاني سوريه عارفه شو عم بيصير هلا. انا كثير تاثرت بالفيديو، حسيت في مسج كثير حلوه، شفنا الخريطه جغرافيا، انت حكيت عن 5 محافظات كل وحده بمحل. انا كسوريه بس بدي اقول انه حبيت الفيديو كثير، تاثرت فيه، وسوريا ما بتكمل الا بكل السوريين. خلينا نشوف علاماتك على 75، معدل علامات عبد الرحمن 41. علامة منا مرضية أبداً، بس بين لجنة الحكام فايا سورية، وفايا تأثرت كتير بالفيديو، وأنا هذا الشيء اللي كنت بدي أعمله بالفيديو، أني بدي أثر على كل شخص سوري عم يتفرج على الفيديو. حتى لو أخذت 0، أنا بالنسبة لي بمجرد ما شخص سوري تأثر بالفيديو اللي أنا عملته أنا راضيان ومبسوط كتير. وإذا هذا الفيديو هو سبب خروجي من المسابقة، فأنا إلي الفخر أني أطلع بفيديو أنا عامله عن بلدي. وهلا مع رولا قادري بنشوف شو محضرتنا عن فئة الغناء. أنا هلا طالعة وعبالي ألفت لهم نظرهم كلهم، خاصة يارا، لأنه هيك كثير بتقدر إحساسي، كلهم بيقدروا إحساسي، بس يارا دايما بتقلي إنه خليك عم تغني بالنمط اللي أنت فيه، ومش إنه غير مثل ما يا فايا
وائل بيطلبوا مني. الاسبوع الماضي انا جبت علامه كثير منيحه، جبت 72، فهذا الاسبوع يعني ما بدي انزل عن المستوى وان شاء الله اجيب شيء قريب منه، يعني اذا مش بالسبعينات. يارا شو رايك بالمدلي يلي سمعناها من رولا؟ والله اني حسيت بقشعريره انا عم بحضر الفيديو، يعني هالخمس عمالقه اللي حكيت عنهم اللي نحن ربينا عليهم عطيت صوره كثير حلوه عن لبنان، هيدا اكبر دليل. اي لايك حبيت انه نقت كمان، شفنا كلتشر للاكل، شفنا اماكن مختلفه، شفنا الجرافيتي صبوحه بالحمراء بحبها كثير، حبيت كل شيء بالفيديو. تاثير ممكن يكون لي تاثير سلبي. سوري سوري ما سمعتك. لا لانه عامه لو هيجي لك كومنتس، كل الكومنتس اللي هتجي لك هتكون ان انت قايله كلام اغنيه غلط بتاع صباح، بعشق الحاجات مش معلش الحياة. معلش دلوقتي عديها لنا يعني. ما علينا يعني، بس انا بقول لك انه عامة الاديتنج بتاع الصوت مش عاجبني، يعني انت باين انه في حاجة استوديو فيرجن وفي حاجة باين انها بالجيتار. انت من الناس الأقوية جدا، فحسب شوية خيبة ظن انه استسهلتي. ما استسهلتي ولا لا؟ شكرا وائل. لا. لا انا حاسس كده، ما اعرفش. معدل علاماتك يا رولا على 75. 52 رولا. شكرا. ما بعرف انه قالوا لي في شويه استهزاء او استخفاف، سوري ما بعرف شو قصدهم، بس عادي يعني صفا. اذا بقيت ما بعرف حغير الاشياء اللي، مع انه عم حاول يعني عم اقول انه في شيء تكنيكلي، انا عم سجل على تليفون، بالنهايه ما عم سجل بالاستوديو، انا كل شيء عم يكون على تليفون والاديت عم يكون على تليفون، فهذا الشيء ما عم يساعدني انه حتى لبي لهم رغباتهم بانه يسمعوا شيء حلو لدينتهم، فما بعرف. كثير سعيدة بشغلهم، في ناس عم بيقدموا شغل رائع، في تنوع، في أفكار جديدة، عم نكون نحن ناطرينها يعني، أو بالأحرى مش متوقعينها. في ناس متطورة وفي ناس كانت تطورت ونزلت وقعت على الأرض، فأنا ببقى قاسي شوية مع الناس اللي كانت في عمل التطور حلوة قوي وبعدين فجأة لقيتهم راحوا في حتة تانية، مع السلامة، باي باي، فاهمة؟ بيضايقني جدا إن الواحد لازم يحافظ على مستواه، ما يعلى بس ما ينفعش توطى. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع هن مثل ما عم تشوفوا امامكم على الشاشه، رولا قادري وعبد الرحمن حري. انا زعلانه انه عبد الرحمن بالخط بدار الخطر، لانه انا من يعني اكثر فيديوهات اللي حبيتهم اليوم، يمكن وجهه نظر الجنايه اللي انا بحترمها اكيد، انه كان شوي اوف ثيم يعني بمحل، يمكن انا لاني سوريه بعرف اليوم من 7 سنين بالاحرى قد ايه عم بيصير في محاولات ترسيم وتهجير والى اخره، فانا كثير عنالي الفيديو وكثير حبيت انه كيف حكى عنه كانه نحن عضله واحده وكلنا عضلات بنكمل بعض، ما الايد ما بتتحرك بدون كل عضلاتها. زعلانه صراحه. كمان رولا فيديوهاتها بالعاده كثير حلوين، بس كمان لانه يمكن تقنيا حس وائل بمحل بطلنا يمكن نتفاجئ نقول انه بالاول كنا نقول واو، مين ما فال اكيد بتمنى له التوفيق، ومين ما ضل ان شاء الله بيتحسن للحلقات الجايه. المشترك يلي انقذوا تصويت الجمهور من منطقه الخطر، مبروك لعبد الرحمن. للاسف رولا قادري بتغدرينا الليله، بنتمنى لك كل التوفيق. اكيد زعلانه انه خسرت، هيدي بالنسبه لي مش خساره، اكيد هيدي بالنسبه لي ربح. تعلمت كثير اشياء من نجوم بلا حدود، نظم الفيديوز تبعي، تعلمت كيف اعملهم بطريقه مرتبه، تعلمت كيف انشرهم بطريقه حلوه، كثير كثير حبيت الاكسبيرينس عن جد. انا كثير تشرفت معرفتكم، رح اشتاق لكم كثير. تستاهلي اكثر يعني واحسن. رح اشتاق للفايقه الساعه 7 الصبح، ليلا يلا يلا على انتورك، رح اشتاق للستريس اللي كنت فيه لاول مره بنحط بهيك ستريس، وكل شيء كل شيء ديتيلز صغيره رح اشتاق لها عن جد، اكيد كلهم رح اشتاق لهم، كلهم فردا فردا، واكثر شيء ماريلين هيك ماي روم ميت وهيك اثرت فيني كثير.
الانسان المشتركين ما فيش حد في امان، كله في خطر زي ما انتم شفتوا. عبد الرحمن كان نمبر 1 الاسبوع اللي فات، المره دي كان في دائره الخطر. ففكره انه ما ينفعش تقفي اسبوع من غير ما تحافظ على مستواك او تطوره، لان اليوم اللي هتنزل فيه مستواك ممكن تسيب البرنامج وما يبقاش فيه استواك. استغليت انه عندي فرصه اني اوجه رساله للشعب السوري بهذا الفيديو، والحمد لله انه وصلت الرساله انه نحن كلنا ايد واحده شو ما كان اختلاف بيناتنا. Can you take a video of us dancing together؟ نعمل فيديو.